الصراحة الوضع صعب شوي. المشكلة أقرب موعد القاء متوفر حق ولدي بعد شهرين، وأنا الصراحة أحس إنها مدة طويلة يعني. وإذا جيت قلت لهم أبغى موعد قريب قالوا لي زحمة، لازم أنتظر، وهذا أقرب موعد متوفر. تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، أطلقت وزارة الصحة هذا البرنامج الطموح الذي يهدف لرفع إنتاجية المستشفيات وتحسين أدائها من خلال جمع بيانات لمؤشرات بعدة مجالات تخصصية، وأطلقت عليه برنامج أداء الصحة. برنامج أداء الصحة والذي انطلق في مطلع شهر يناير لعام 2017 بدعم ومتابعة من وزارة الصحة، كان له الأثر الواضح في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مما زاد على إثرها نسبة الرضا لديهم. في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء تم اختيار كل من مستشفى الملك فهد ومستشفى الولادة والأطفال للانضمام في هذا البرنامج. تم اختيار مؤشرات عديدة في برنامج أداء الصحة، كما أنه تم تكوين فريق مشارك لدينا بعناية فائقة لتحسين هذه المؤشرات. من أبرز المؤشرات التي طرى عليه التحسين كانت مؤشرات العيادات الخارجية في كلا المستشفيين. بدأت رحلة سلسلة المشاريع التحسينية في مستشفى الملك فهد بالهبوب منذ عام 2015، واستمرت هذه الرحلة من خلال برنامج أداء الصحة، والذي يهدف كما يدل اسمه على زيادة الأداء والإنتاجية مع تعزيز الكفاءة والجودة لتحقيق معايير عالمية في الرعاية الصحية، والذي يتواكب مع أهداف التحول الوطني ورؤية 2030. وكان من أبرز المكاسب التي حققت هذا العام هو تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع مكامن وفرص التحسين، وخلق فرق في عدة مناطق خدمية قادرة على إحداث التغيير وزيادة كفاءة الأداء. من أفضل مشاريع التحسين في مستشفى الملك فهد بالهبوب لعام 2017 كان في قسم العيادات الخارجية، حيث تم تقليل فترة الانتظار للمواعيد من 75 يوم إلى 15 يوم. تحت مظلة برنامج أداء الصحة لتحسين المؤشرات السبع للعيادات الخارجية، وضعنا عدة مشاريع تحسينية هدفها تقليل فترات الانتظار بالمواعيد الخارجية. سابقا كان على المريض الانتظار 75 يوم حتى تتم معاينتهم، وبعد الدراسة وضعنا خطة من ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى تم تخصيص عيادة فرز أولي في يقوم فيها المريض بعمل جميع ما يحتاجه، مع العلم أنه قد يصل عدد المرضى إلى 120 مراجع يوميا. في المرحلة الثانية قمنا بإعادة جدولة المرضى على قوائم الانتظار المجدولين قبل تدشين المشروع، وفي المرحلة الثالثة سنقوم بإعادة تحويل المرضى للمراكز الصحية للحالات المستقرة. عندما بدأ برنامج أداء في مستشفى الولادة والأطفال في يناير 2017 شمل عدة أقسام علاجية، كان من ضمن هذه الأقسام قسم العيادات الخارجية. لاحظنا أثناء متابعة المؤشرات وجود قوائم انتظار تصل إلى 88 يوم بالمعدل. جلسنا فريق أداء مع الزملاء في رئاسة قسم الأطفال وكذلك رئاسة العيادات الخارجية للأطفال لوضع حلول لتقليل هذه القوائم. بفضل الله تعالى تم زيادة عيادة أسبوعيا لكل استشاري، وصلت معدل قوائم الانتظار في نهاية شهر نوفمبر 2017 إلى أن تكون 29 يوم. هدفنا المنشود بإذن الله تعالى في 2018 أن تصل قوائم الانتظار بمعدل أقل من 14 يوم بحول الله تعالى.
كانت فترات الانتظار للدخول للعيادات الاستشارية تصل من ساعة إلى ساعتين بتطبيق مشروع أداء، وتقليل فترات الانتظار بالدخول للوقت المحدد قللت فترة الانتظار لتصل من 10 إلى 15 دقيقة. أكيد الوضع تغير، سابقاً كنا نحتاج وقت كثير عشان نبحث عن مواعيد، لأن المواعيد كثيرة. حالياً صارت المواعيد متاحة أفضل من السابق، والمريض ارتاح في المواعيد المتاحة، وإحنا بعد ارتحنا أكثر. ونحن على وشك الانتهاء من العام الأول لبرنامج أداء، برزت الروح التنافسية والتحدي مع الذات للفريق المشارك من أجل تحسين هذه المؤشرات بشكل أفضل والقيام بمشاريع تحسينية جديدة.